كسو دواذا سوم تي في سومالي فضلاً تاغيري وحينو تهي ديتنجلين سبسكرايب ساس كنالك شير كري لايك سار فيديوغا مهاد سني كونو وعندا وضيالة وحادنا قلصة عطان سوم تي في سوماليا حفيزك مقدشو قيابتان وحينو كو ايجينا ميت كميدا سياسيين تا سوماليا كنفالو دا عرمها سياسة دا دالك ايو تان عالمك كان مدها مشرحين تحلق مدح تنمد الصوبالي اسكسو شرحي لبكن تبنيو تدبدي ايا قرال او صوديقاي برتيسا فيسبوك وعو قد ديري مدحوين حسن شيخ محمود انو كفير سدو سدح ما ملقبليت او كمدا ما ملقبليت يدا دالك انو تغو ها ديكال سفودو لغو ديلي كرو سيقارة وعو قد ديكاي انو تغو قروي او على مسارك مدحوين دبلو دورتي اي سعيد عبدالله كداني شان يو لباتن كبشان اينو كجرو اي كدعي سوبغالة دقروه ان مدحويني حسن شيخ محمود او هالكاسي او تغو وحوشاقي سياسيغان كفلاقيه عرمها سياسة دادالكا ايو تان عالمكا كان مدها مشرحين تهميه حلك مدحتين مده اي سوباليا لابكون تبانيو تدبادي حدي مدحويني حسن شيخ محمود او تغو قروه ان سيفوضو لغو ديلي كرو سياسيغاس ايو حالوغو مغا عباد دكتور سعيد عيسى محمود عدبا قرال كيسا ايو سيدان او ديگاي داقال جلستيسو وحو كبلابانايا عدكاين تا الدفاع مضاحدا مدعينا صباليا حسن شاق محمود وحال لقود بونج ان او كفير سدو تاقيد داقاروه او يسبوعي كور هالكاسي ايجوغينا سراكيل سرا او كترسان سردون كا يتوبيا وحا هبون انتا اي تاقن تهاي حسرات دا يتوبيا انو سنتاقين مامول قبليد يدا اي سيدا التوسكا او فرقليان محايلي وحاد دقالك الدبلوماسي ديد غيبكا دقالك سردون الوغو برتل ما ميسان ايو مدح دوغو سر ريسا عدا يواركان عادو قودا بوتلان ايو صوماليلان وحفرقيا ومدح ايو مركا لقر ريبو ان صوماليلان اي عديستي او اي ستوس اه وشيغتي دا عدن مديدا قوني ستاقا ميشا اي بوتلان اي ودغ ميسو سيدا صوماليلان بلسه ولي إسعاد دكيسو ميت كمدا معمول قبلتي هذا هوسي مدا دولة دحيح إسوباليا على بعض هذه معمول أيك وديسي ميجين سدايو أو هوسي مدا أمر هذا أوجي مدا إمارات كيو إثيوبيا إثيوبيا أود سردون أيكو فرق لين إسوم معمول قبلتي هذا إسوباليا وحيسال كيكو هيسا هشي سيدا عيد بدو ده دل كيكو جوجا وعنا سدا لوج بهاي هاي ان ciidamada Ethiopia ee jooga Soomaaliya marka hore dalka laga saaro inta aysan bilaabanin faragelinta military oo ay xoog ay ugu sameeyaan waqooyiga Soomaaliya oo ay damacsan yihiin in gabi ahaanba ay ku darsadaan dalkooda dawladda Soomaaliya waxa hadda looga baahan yahay in ay bilaawdo dagaalka warbaahinta oo ay ku tabiso afafka oromada iyo afarta meesha looga baahan yahay dawladda Eritrea ان ايانا اي كتبسو افافكا تكريغا ايا محارضا وحان الدولد صوباليا لوغ باهن يهي ان قومي يدها الدرس كلا اي صوبالي دا اي غلوب توضا كسبتو كونو براري جيسو اسكو ديركا اي دولد إثيوبيا اي اسكو ديريسو ان علادا اي كدح بورتو صوباليا ايو والالهو دا اي درس كلا وعاسدو كلي دولد صوباليا لوغ باهن يهي ان اي بلاودو دقالك سردون او اي كله جرتو دولد دا إثيوبيا وعنا دقالك سيل وقبر تلما ميسان ايا سردون كا إثيوبيا اي كود نحميل ماي دولد دا ايو شعبك صوباليا كواس او دولد دا صوباليا درجوين كود نحلي عما شعبك صوباليا كود نحنول وعنا سيدو كلا حي اداها سردون كا اي صوباليا لوغ باهن يهي ان قدا إثيوبيا اي كود نحبيرتو سردون سيدو اولا سعودا dhaqdhaqaaqa Ethiopia ee ku aadan Soomaaliya waxaan shaki lahayn in Muuse Biixi uu saxiixay wax ka weyn badda Sayla iyo Lukaya u dhaxeeya maxaa yeelay mar uu warbaahinta la hadlay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia oo ka jawaabay warmurtiyeedkii ka soo baxay jaamacadda Carabta oo mowqifka dawladda Soomaaliya is garab istaagay ayuu ku tilmaamay go'aankooda mid xad gudub ku ah فارق جلنتا عرمها قدها اي إثيوبيا وعون هذا الكاس اي ننكاسي او جيدي اي ووكي ترجم اي اي ان صومالي لان قيب كميدا لولكا إثيوبيا اي كميتاهاي ماركا حالت اداك اي او دحيسو لابد دل او اسماريوا اي كدح تاقن تاهاي
waxaa dalalkaasi xalka ugu horeeya ay ka raadiyaan in si qarsoodiya howlgab ay ku dhigaan madaxda dowladda ay iska soo horjeedaan amba meesha ay ka saaraan iyagoo shirqool ku dila amba afgembi ku sameeya amba dibadda dalka uga musaafuriya waxa ayna tilmaamooyinkaas ay ku dhacayaan dalalka ciidamada iyo sirdoonka dal kale ay gudahooda ku dhaxoog badan yihiin oo qorshooyinkaasi halista badan si fudud looga filan karo doctor Saciid Ciise Maxamuud ayaa qoraalkan bartiisa Facebook ku daabacay maamul goboleedyada haddaba siyaasigan oo carabaabay ayaa waxaa la filan karaa inay ka mid yihiin Puntland Koonfur Galbeed iyo Jubbaland maadaama inta ugu badan socdaalkooda iyo ciidamadoodaba ay ku badan yihiin sirdoonka Itoobiya dhinaca Puntland Koonfur Galbeed oo ciidanka ugu badan ee Itoobiya ay joogaan sidoo kalena Jubbaland ciidamada Itoobiyaana ka howlgala sirdoonka Itoobiyaana saddexdaas maamul goboleed si weyn ay u dhex joogaan waa kuma santigeen daawashada tabeetayada tabeetada labaad ay tahay in qodob kulmayno nabadgelyo.